عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ هاي بيتزا شيكاغو على طريقة أخوكم أبو فريس. صلوا على النبي. ها قسما بالله العظيم ما ورا أبيض من هيك. الطبقة تبع البيتزا عم تقرمش قرمشة. ما رح أشويها بهذا الفرن، رح أشويها بفرن المنزل، عشان اللي عطول بيقولوا لي ما عندنا فرن مثل هذا بالبيت، يحسن يسووها بفرن المنزل. يسعد لي صباحكم جميع. لسه الدنيا صباح بكير، هلا جاي على بكير انا مشان اسويكم البيتزا. بالنسبه للطريقه انا عندي 250 جرام طحين، وعندي خميره جافه معلقه صغيره، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه طعام زبده، ورشه ملح صغيره، 160 جرام مي. هلا اول شيء انا بجيب الخميره بحطها مع المي وبخلطها شوي، بخليها حوالي 10 دقائق تقريبا مثل ما هي، لحتى الخميره تفتح وتتفاعل بالمي. بجيب الطحين اللي هي 250 جرام ومعلقه شاي السكر، بخلطهم سوا وبحط رشه ملح يا شباب، رشه خفيفه، وبخلطهم سوا هيك تقريبا مرق 10 دقائق على المي. هلا بنزلها شوي شوي بالطحين وبعجنها. انا راح احط 250 جرام طحين و160 او 165 جرام مي، وبعجن فيها شوي شوي. ما تواخذوني مثل العاده، انا اليوم والله لازم جاي بكير الصبح وعم صور لكم الفيديو، فاليوم عم صور لحالي، فإذا طلع في أغلاط سامحوني. بعجن العجينة حوالي 3 دقائق أو 5 دقائق، ضلني عم بعجن العجينة حتى تتماسك معي وتصير معي عجينة كاملة. هلا ممكن مثلا إذا طلعت طرية شوي وأنا عم بعجن ممكن ضيف عليها شوية طحين، إذا طلعت قاسية ممكن كمان زيد عليها مي، يعني الواحد بده يعرف القوام تبعها المناسب، لأن كل بلد تختلف نوعية الطحين اللي موجودة فيه. ما بيكون يعني مثل ما عم بعطيكم انا العيارات، يعني نسبة المي ونسبة الطحين ما راح تكون 100% مع اختلاف البلد. كل بلد بتختلف نوعية الطحين اللي موجودة فيه ونسبة البروتين اللي موجودة فيه. وكل ما كانت نسبة البروتين عالية بالطحين، كل ما أخذ نسبة الرطوبة أكثر. انا نسيت لكم بالوصفه، بدي زيد معلقه سميد ناعم سيمولينا، هاي بتطريها للعجينه وبتعطيها قرشه عند الشوي. برجع بعملها عجنه، خليها لتلملم كلها، وبس لملمت تقريبا هلا هون انا بنزل بالزبده اللي هي قدر معلقه، وهون بعجنها لحتى تنعم معي، يعني تعتبر مرحلة التنعيم. خلاص صارت العجينة أنا عندي تقريبا خالصة، أنا ضليت عم بعجن فيها 10 دقايق بالضبط، بريحها شي 5 دقايق. معظم الفيديوهات اللي أنا بعجن عجن يدوي بشرح فيها كيف بدها تكون العجنة، أو بدها تكون كمية العجن كافية أم لا. أنا وقت اللي بعجن وبكون خالص عجن بكبسها هيك، في حال إذا رجعت العجينة معناها العجن تمام، في حال إذا كبست وما رجعت العجينة معناتها العجن ماله كافي، في حال إذا عجنت ورجعت بسرعة معناتها العجنة عاجنها أنا زيادة عن اللزوم. هاي العملية بتفيدكم كتير كتير يعني، وخاصة للمبتدئين. هلا صارت انا عندي العجينة مرتاحة وما احلاها، ريحتها 5 دقايق. هلا بجيب اي واعة بحطها بقلبها، ولكن بزيت تزييتة خفيفة، وبخمرها تخميرة واحد، هي تعد تخميرة رقم واحد. معظم المعجنات او اغلبية المعجنات في لهم طريقتين تخمير، يعني عندهم هن مرحلة اولى للتخمير ومرحلة ثانية للتخمير.
وقت التخمير بين 3 ارباع الساعة وبين الساعة بيكون. إذا كنت مضطر أو بدي إياها تنفش أسرع، ممكن زيد من كمية الخميرة شوي، تنفش معي أكتر وبتجاوب معي أسرع. ولكن أنا ما بنصح بكميات الخميرة اللي كتير، فبتمنى تديروا بالكم من هالشغلة، خليها على راحتها وشوي شوي، مثل ما منقول بالإيطالي بيانو بيانو، على راحتها. أنا بدي حطها بمكان جو طبيعي. إذا كنت مالي مستعجل، ممكن حطها بالبراد وخليها تتخمر على مهلها، وقبل الاستعمال بطالعها بشي نص ساعة أو ساعة، بترجع للجو الطبيعي، بترجع تتخمر وبرجع بشتغل فيها. ولكن أنا بدي خليها هلأ بالجو الطبيعي. بالنسبة للحشوة تبع البيتزا الشيكاغو أو التوبينج نحنا منقول عنه، كل شخص شو بيحب يحط بالحشوة هو حر، ولكن أنا رح ساوي طريقة كتير مسهلة لورجيكم كيف بنحط فيها الحشوات، يعني بأي مبدأ. عجينة بالذات في منها نوعين، يعني بيجي إلى حرف عالي وشيكاغو بتيجي مسطحة. أنا رح ساوي اليوم الحرف العالي. أنا رح أعطيكم المكونات اللي أنا بدي استعملها. عندي زبدة أنا 50 جرام، وطحين 35 جرام، حليب بين 350 جرام وبين 400. بالنسبة للحشوة اللي بدي استعملها، أنا رح استعمل سمك الصالمون والزيتون الأسود البلاك أوليف ونصف بصلة والسبانخ التشيدر تشيز. هلا رح ورجيكم الطريقة، بس والله والله رح تنبسطوا منها. بالنسبة للبشاميل الوايت صوص، أغلبية العالم بتعرف الطريقة. أنا رح ساوي كمية قليلة. أنا بنزل الزبدة وبقليها على نار هادية. للأسف الشديد، وقت العالم بدها تساوي الوايت صوص أو البشاميل، ما بتدوي بالزبدة على الأخير. أنا الزبدة لازم تكون دايبة على الأخير. وقت بنزل الطحين وأنا عم بنخله، بدي نزله على مراحل مشان ما يكبتل أثناء الطهي. ذابت الزبدة كلها. برجع بكرر، ما توهزوني التصوير شوي، يمكن يكون سيء. أنا والله بس مشان أعطيكم الطريقة الصحيحة. بالنسبة للطحين، هاي الطحين أنا وعم بنخله وبنزله على مراحل، ما بدي أنزل دفعة واحدة. يعني أنا عندي هالكمية بقسمها على 3 مراحل تقريبا. وبضلني عم قليهم على نار هادية لحتى تتشرب الزبدة كل الطحين. برجع بكرر العملية على 3 مرات تقريبا لحتى تخلص كمية الطحين. العملية شباب اسمها عملية التحميس. انا عم حمس الطحين مع الزبدة، وبس تحمس معي الطحين مع الزبدة كمان هون بنزل بكمية الحليب على مراحل. حليب 400 جرام، هاي تقريبا بدي انزل على 4 أو 5 مراحل. بنزل باول مرحلة وبخلط فيها لحتى ينشف الحليب. شايفين؟ بس نشف الحليب وبرد برجع بكرر العملية. ما بدي كتر يا شباب، هاي معلومة هامة، وهي سر من أسرار نجاح البشاميل اللي هو الوايت صوص. حط رشة ملح عليهم، رشة فلفل، شايفين؟ هاي البشاميل صار عندي جاهز. هلا مبدئيا بنقلهم وبخليهم ليبردوا شوي. عندي نص بصلة بقطعها مربعات، هلا رح قلي السبانخ مع البصل، حط حوالي معلقتين زيت زيتون، فراش ثوم، بسم الله، وبقلي، نزل البصل، بقلي. هلا صار فيني صور مظبوط، اجى الكاميرامان لمع. هيا هلو، جود مورنينج. جود مورنينج ايفريون، عميكم صباح الخير. بنزل كمان بسبيناتش سبانخ، بسم الله.
تعرفوا مين اللي بيصورني على طول؟ مستر نمان، هذا من نيبال. قولوا له صباح الخير. Good morning. Muscle man. شوية ملح وشوية فلفل. اوكي هلا بنقلهم بنيجي على مرحلة التحضير. هلا شباب انا بخلط الخليط اللي هو السبيناتش اللي هو السبانخ مع الوايت صوص. هاي التشيدر تشيز بخلطهم معهم من هالتخليطة، بنحط لهم رشة بارميزان تشيز. هلا عندي الخليط انا تقريبا صار جاهز، هلا بجي على فرد البيتزا. هاي العجينة بعد تاريخ ساعة بالضبط، ريحتها ساعة هلا بطالعها بجي بعملها تكويرة. بتركها حوالي 10 دقائق. فيميل صودا. هي جات ريحتها 10 دقائق. هي ما احلاها. القالب اللي مستعمله انا علاوته 6 سم والقطر حوالي 18 او 19 سم. اللي ما بيعرف يفرد بايده ممكن يستعمل الشوكه. هلا بنزلها على القالب. بسم الله. حاول لبس العجينة كلها بالقالب. يا هيك. الزوايا من هون كمان لازم تدق. هدول الظاهرين بيجي انا بطرف الشوربة بعملهم هيك وبشيلهم. هلا صارت عندي انا كلها ملبسه بالقالب. هلا بنزل الخليط. الزيتون. بستعمل سمك السلمون. هلا بعمل عليهم ضغطه خفيفه. ما رح اشويها بهذا الفرن، رح اشويها بفرن المنزل عشان اللي عطول بيقولوا لي ما عندنا فرن مثل هذا بالبيت، بحس انه يسوى بفرن المنزل. مثلا 180 20 او 30 دقيقة وبرجع بخبر. شباب قعدت معي 30 دقيقة لدرجة حرارة 180. هلا هاي من على الدائرة لساتها بيضة، هلا بدي طالعها من القالب واعطيها لون. هلا برجع بحطها فرن لمدة 3 دقائق لدرجة حرارة 200، بس بدي اعطيها لون شوي ثاني. يا بيوتيفول بيتزا. هاي شيكاغو بيتزا تبع اخوكم ابو فريس. صلوا على النبي. قعدت معي 30 دقيقة بالضبط على درجة حرارة 180 وبعدها طلعتها من القالب وعطيتها لون لمدة 3 دقائق لدرجة حرارة 200. شيكاغو بيتزا تبع اخوكم ابو فريس. صلوا على النبي. ها هي العجينة سويت لكم اياها ب 10 دقائق. البيتزا شباب بحر لا له بداية ولا له نهاية، يعني في بيتزا امريكي، في بيتزا استرالي، في بيتزا ايطالي، في بيتزا نابولي، في روما بيتزا، سيسيليا بيتزا، في انواع كثير.
هاي البيتزا انا حبيت اسوي لكم اياها لان كثير كثير انطلبت مني. ليه؟ شايفين تيجي تدري نطلب عطاش. يا كلهم توني جودان نكي ده سيغوي كارا. يو ايش؟ いや、シカゴビザ。はい、どうぞ。ありがとう。じゃあ。うん。何にどう。バイバイ。やあ、サラマレコン。たまに جربوها بالبيت وما بتصير شيء。بتمنى تنبسطوا بهالفيديو وما تنسوني من دعمكم للقناة وما تنسوني من دعواتكم. هاي أمانة ها.